اي نظام ما ينجمش يمشي، لان هو ما حاشوش بالديمقراطيه، وحاشته بوسيله باش يوصل بها للسلطه. اليوم ما ينجمش ننساو اللي الاخوان المسلمين، وانا ما نحبش نسميهم تسميه اخرى، يخدموا على مستوى قاعده فيه تغيير كبير جدا قاعد يقع في مستوى المجتمع. الناس كل قاعده تشوف فيه التغيير هذا باش يقلب القاعده جمله وتفصيلا في المستقبل القريب، اذا ما يتحركش المجتمع الديمقراطي والقوات الديمقراطيه في بيتهم. اللي حبيت نقوله في المقارنه هذا شنو نلقاو؟ نلقاو اللي فما نوع من التشابه، هو هذا الشعور بالحيره والانتظار اللي فيه شويه خوف من اش باش يقع في 19 والى اخره. دونك العنصر اللي كون ما سمي جبهه الانقاذ وعمل النداء وحقق ما حقق قطع نظرها شو قاع بعد موجود كارضيه، شو اللي مش موجود توا؟ مش موجود هو اولا التجربه اللي خذناها انتهت الى متاهه والى نتائج سلبيه نتيجه لسلوكيات وما سمي بالتوافق وغيره، نجم نختلفوا في التقييم نتاعها، ولكن هذاك هو هذه الحقيقه. نسبه كبيره من التوانسه اللي مشاو في اتجاه تكوين قطب ديمقراطي اليوم يشعروا بخيبه امل، هذا واقع. واحد اثنين عندهم مشكله اليوم ورا شكون باش يمشيو. دونك احنا كي باش نجمعوا قوات تقدميه، السؤال الكبير اللي موجود عند الناس هو الناس هذوما ما يعاودوناش نفس اللعبه اللي وقعت في 2014. هذا مشكل كبير برشا. مخرج يكون وقت اللي نلقاو الصيغه اللي تخلي الناس تعاود تثق، لانه القوات الجماهير الشعبيه بلغه اخرى موجوده وعندها نفس الاحساس وعندها نفس الاستعداد، خايفه من انه يتغدر بها مره ثانيه. كان نلقاو الصيغه باش نجمعوا ونلقاو شكون يقود ويعطي مصداقيه. بون سي بشير بكري يتحدث على ناس كابوت معناها من غير ما تدرس، عمليه معناها مثاليه برشا صعيبه برشا. المهم انه نفرزوا ناس عندهم مصداقيه ويمشيوا في اتجاه نوع من الميثاق اللي يخلي الناس تثق فيهم، على خاطر هذا كان يقع انا متاكد من انه نجموا نقلبوا موازين القوى. اما اذا نعاودوا نفس اللعبه بنفس الاشخاص بنفس الناس اللي قدموا في رواحهم توا، فكره اسماء نتاع بعض الاحزاب، بعض الاحزاب افلست افلاسا تاما في الانتخابات الماضيه، وافلست قبل ذلك. يا اخي شكون هزنا احنا الى دستور تكتب في 3 سنين؟ وحكومه في وبرلمان في عود يعمل دستور يولي يعمل في حاجه اخرى، يولي يحكم ويشرع وعبث بالبلاد كما يحب. المشكله موجوده غادي، يلزمنا نفكروا برزانه كبيره ونحاولوا كيفاش نفرزوا قوى خاصه قيادات بعد ما نتلموا. لما تظهر لي مش هي اصعب حاجه، الاصعب هو اللي هذا باش يقول لك شكون انا غدوه، هذاك ما طلعته